بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلطة كريم روعة جدا لتبييض وتفتيح الجسم، خاصة للعرائس المقبلات على الزواج بعد العيد بحول الله تعالى. جميل جدا هذا الكريم، هو عبارة عن كورس للعروس وكورس للعناية قبل المناسبات، خصوصا نحن مقبلون على عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. يمكنكم استخدام هذا الكريم جميعا للعرائس، للمتزوجات، للبنات، حتى تتحصلون على أجسام بيضاء ناعمة وذات ملمس رائع. نحتاج في هذه الوصفة المكونات هي لصنع الكريم، نأخذ كوبين حليب سائل مع 2 ملاعق كبيرة نشاء الذرة أو الكورن فلاور، مثل ما نعمل المهلبية. ونحتاج لثلاث ملاعق طعام كبيرة. بالنسبة لهذه الكمية نحتاج لثلاث ملاعق طعام كبيرة من الحنة البيضاء. الحنة البيضاء سبق وعملت لكم الوصفة في قناتي بمكونات طبيعية آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. هذه حنة طبيعية وليست التي تباع عند العطار، سبق وعملتها على القناة. سأضع رابط الوصفة لمن ترغب في صنعها، أو يمكنك إذا كنت مستعجلة على الوصفة استخدام الطين الأبيض. مكانها استخدمي 3 ملاعق طعام كبيرة بهذه الوصفة، طين أبيض متوفر عند العطار وبأسعار رخيصة جدا. نحتاج لزيت الليمون، حوالي قطرات من زيت الليمون، يمكنك استبداله بزيت ورد أو زيت برتقال. وكذلك نحتاج لزيت الجليسرين، ويمكنك كذلك إضافة 2 ملعقة من زيت جوز الهند، رائع جدا في هذه الوصفة. الطريقة، نأخذ كوبين قلت من الحليب السائل مع 2 ملاعق طعام كبيرة من النشا على البارد، اخلطيهم على البارد تماما مثل ما نعمل المهلبية على نار هادئة جدا، حتى نتحصل على هذا الكريم. مباشرة ارفعيه من النار وهو ساخن. نضيف قلت للكمية، أنا عملت فقط 1/2 كوب. نضيف 2 ملاعق طعام كبيرة من الحنة البيضاء، أنا سأضيف 1 ملعقة شاي. نخلط المكونات مع بعض جيدا بهذا الشكل وهو ساخن. قلت أضيفي 2 ملاعق طعام كبيرة من الحنة البيضاء. وصفة الحنة البيضاء موجودة في قناتي. نخلط هكذا جيدا، أو قلت يمكن استبدالها بالطين الأبيض، الطين الأبيض كذلك متوفر عند العطار. ونضيف الزيت جوز الهند، قلت رائع جدا إذا أضفتيه مع هذا الكريم. ونضيف زيت الليمون، قطرات فقط من زيت الليمون، روعة جدا. قلت يمكن استبداله بزيت الورد أو زيت البرتقال. وكذلك نضع الجليسرين، زيت الجليسرين كذلك نضع قطرات من زيت الجليسرين، قطرات فقط وليست ملعقة. ونخلط جيدا الكريم، نخلط جيدا بهذا الشكل حتى تتجانس المكونات مع بعض. ارجعي اخلطيها على النار، على نار تكون هادئة حتى تمتزج المكونات كلها مع بعض على نار هادئة، يصير القوام كريمي بهذا الشكل. القوام يكون كريمي بهذا الشكل، رائع جدا لتفتيح الجسم للعروس المقبلات على الزواج. مناطق الحساسة، بين الفخذين، كذلك تحت الإبط، الرقبة، قلت بشرة الوجه. إذا كانت بشرتك غير حساسة كذلك يمكنك تطبيق هذا الكريم على بشرة الوجه.
يحفظ هذا الكريم في علبة معقمة نظيفة في الثلاجة. إذا كنت عروس استخدمي هذا الكريم، ادهنيه على كامل جسمك ليلا قبل النوم، وفي الصباح طبعا يغسل الجسم، استحمي واغسلي جسمك ولا تنسي الترطيب. وباقي الحلوين من المتزوجات والبنات يستخدموه قبل الاستحمام بساعة أو ساعتين حسب رغبتك لنتائج أفضل. استمر عليه، احتفظي بهذا الكريم في الثلاجة واستخدميه بصفة دائمة للعرائس. ولكن يجب عند استعمال هذا الكريم أن تأخذي قدر حاجتك بالملعقة، لا تستخدميه وأنت في الحمام كل العلبة، سيتعفن الكريم معك. خذي قدر استطاعتك فقط بالملعقة، ثم ارجعي احفظي الكريم في الثلاجة بعلبة محكمة الإغلاق واستخدميه، ورائع جدا. يمكن استخدام هذه الوصفة للحوامل، للمرضعات، للبنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق، رائع جدا للتفتيح والترطيب والتنعيم. هذا الكريم مدة حفظه فقط لشهر واحد كامل في الثلاجة بالطريقة التي قلت، يعني تأخذي قدر استطاعتك، لا تستخدمي العلبة وأنت بالحمام لأنها ستتعفن. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.